الصحة الغربية وبوجود سيادة وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة. هنتعرف من سيادته من خلال سيادته على مجهوداته ومن خلال حالة الأستاذ عادل النجيري اللي كان بيشتكي من السمنة المفرطة وآخر التطورات بالنسبة للحالة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذة أميرة وأهلا بكل المشاهدين. عايزين نتعرف خلال حضرتك حالة الأستاذ عادل وإيه التطورات اللي موجودة دلوقتي خلال حالته. هو الأستاذ عادل يعني كان له رحلة علاج في أكثر من مكان لأنه الحالة بتاعته وصلت لمرحلة متقدمة ووزنه تخطى يعني 300 كيلو وطبعا الحالات ديت لها مراكز مخصصة تعالجها مش موجودة في الغربية وهو كان بيتعالج في مستشفى المنصورة. يمكن رئيس الجمهورية مهتم بموضوع السمنة وطبعا في مبادرة رئاسية ل 100 مليون صحة اللي هي بتهتم بالأمراض المزمنة الضغط والسكر والسمنة في الفحص العادي، لكن طبعا الحالات دي بتتحول لمراكز خاصة. طبعا الحالة دي كانت نشرت وكان معالي محافظ الغربية الأستاذ الدكتور طارق رحمي أرسل لي يعني التقرير اللي هو تداول على مواقع التواصل ويعني قال لي لازم الحالة دي إيه عايز تقرير بيها وإيه وضعها وإيه إجراءاتها عشان معالي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مهتمة بهذه الحالات وأي حالة إنسانية، فهي فورا أنا تواصلت مع معاليها وشرحت لها الوضع وبناء على التواصل معها أصدرت قرار بنقل الحالة إلى معهد ناصر في القاهرة وطبعا أصدرت تعليمات إلى الدكتورة مها إبراهيم رئيس العام الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة وهي الجهة التي يتبعها مستشفى معهد ناصر. طبعا يعني تواصلت مع الإسعاف والدكتور مجدي عوض يعني أحضر سيارة مجهزة معدة وقام بنقل الحالة وتم التواصل مع الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر، تواصلت معه أكثر من مرة لاستقبال الحالة بناء على تعليمات معالي الوزيرة وطبعا يعني الحالة تم استقبالها وتوقيع الكشف الطبي عليها. ويمكن الأستاذ عادل طبعا المرض بيبقى صعب والأستاذ عادل مستعجل الإجراءات، لكن الحالات ديت لها فحوصات لابد أن تستكمل ولها استشاريين مختصين بالقرار المناسب نظرا لوجود داء الفيل في الرجلين ووجود طبعا السمنة المفرطة وطبعا في اهتمام، لكن الأستاذ عادل المشكلة ان هو طبعا دايما بيستنجد ويقول بيسبق الأحداث، لان احنا حاليا بصدد عمل الفحوصات وتجهيزه لإجراء العملية المناسبة التي تتناسب مع حالته، وان معالي الوزيرة يعني مش ادي التعليمات بعمل كل الاجراءات اللازمه مهما استدعى ذلك، اذا استدعى نقله الى مكان اخر سيتم نقله، لكن لا يتم نقله او اجراء عمليه الا بعد ان تكون تمت عمل كل الفحوصات التي تخص هذه الحاله وتحضير الحاله
في خطوات تسبق إجراء أي عملية جراحية خاصة عمليات السمنة المفرطة. تمام حضرتك، لو جينا بصينا للحالة، هل لو كان في احتمال 1% إنه يسافر بره، هل فعلا الدولة ممكن تسافره؟ والله الدولة لا تتأخر عن أبناء الوطن ولا يعني تتوانى أي لحظة في سبيل تقديم الخدمة الطبية اللازمة مهما كلف هذا من مال أو جهد، وده ما أن مصر لا تقصر تجاه أبنائها. ولا يعني طبعا يعني اللي بيحدث في مجال الصحة زي القضاء على مرض فيروس سي وزي كذا مبادرة للأمراض المزمنة والتقزم والأنيميا والسمنة وقانون تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، يعني الكلام ده لم يحدث إلا في السنوات الأخيرة. يعني ما يحدث بالنسبة لمصر يعني يعتبر يعني إنجاز تاريخي غير مسبوق. واحنا شايفين برضو مبادرات من سيادة الوزيرة ومتشكرين جدا على اهتمامها بالحالة، وبإذن الله متابعين مع حضرتك ومتابعين مع سيادة الوزيرة، ونشكر سيادة المحافظ كل الجهودات، بنشكركم جدا، وإن شاء الله بإذن الله هنتابع معاكم حالة الأستاذ عادل الجيجيري خطوة بخطوة، وإن شاء الله بإذن الله مكملين في الخير وشير في الخير مع أميرة شعبان. متشكرة جدا. لا أمير. مهما كلف هذا من مال أو جهد، وده ما أن مصر لا تقصر تجاه أبنائها ولا يعني طبعا يعني اللي بيحدث في مجال الصحة زي القضاء على مرض فيروس سي وزي كذا مبادرة للأمراض المزمنة والتقزم والأنيميا والسمنة وقانون تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، يعني الكلام ده لم يحدث إلا في السنوات الأخيرة. يعني ما يحدث بالنسبة لمصر يعني يعتبر يعني إنجاز تاريخي غير مسبوق. واحنا شايفين برضو مبادرات من سيادة الوزيرة ومتشكرين جدا على اهتمامها بالحالة، وبإذن الله متابعين مع حضرتك ومتابعين مع سيادة الوزيرة، وبنشكر سيادة المحافظ كل الجهودات، بنشكركم جدا، وإن شاء الله بإذن الله هنتابع معاكم حالة الأستاذ عادل الجيجيري خطوة بخطوة، وإن شاء الله بإذن الله مكملين في الخير وشير في الخير مع أميرة شعبان. متشكرة جدا. مستشفى معهد ناصر. طبعا يعني تواصلت مع الإسعاف والدكتور مجدي عوض، يعني أحضر سيارة مجهزة معدة وقام بنقل الحالة، وتم التواصل مع الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر، تواصلت معه أكثر من مرة لاستقبال الحالة بناء على تعليمات معالي الوزيرة. وطبعا يعني الحالة تم استقبالها وتوقيع الكشف الطبي عليها، ويمكن الأستاذ عادل طبعا المرض بيبقى صعب والأستاذ عادل مستعجل الإجراءات، لكن الحالات ديت لها فحوصات لابد أن تستكمل ولها استشاريين مختصين بالقرار المناسب نظرا لوجود داء الفيل في الرجلين ووجود طبعا السمنة المفرطة